مشاهدينا المحترمين، سلام الله عليكم، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من استوديو الجزائر التي نناقش فيها مواضيع متعلقة بالكورونا. وأهم التصريحات اليوم في تصريح لوزير الصحة حول دراسة خطة اقتناء لقاح كورونا في الجزائر. طبعا الوزير قال أنه ابتداء من الأسبوع المقبل. اليوم أيضا تم فيه الحديث وزير المكلف بالصناعات الصيدلانية، قال أنه تسقيف سعر فحوص بي سي آر ب 8900 دينار، يعني 890 ألف سنتيم. طبعا نتحدث حول هذا التسقيف خصوصا في ظل الجدل حول أسعار هذه الفحوصات. عرف المجال فوضى كبيرة وتباينا كبيرا في الأسعار، أحيانا الفرق حوالي حتى 50% أو حتى 60% من مخبر إلى مخبر. نتحدث عن أهم العوامل التي تحكم هذه الفحوصات، ونتحدث حول هذه التسعيرة الجديدة. طبعا كما نتحدث حول الجدل الذي أثارته النقابة الجزائرية للمخابر والتحاليل الطبية، طبعا باتهامها منظمة حماية المستهلك بأنها تقوم بحملة تشويه ضدها، وقالت أن هذه النقابة لا تتوفر على المعطيات الأساسية حتى تحكم على نشاط هذه المخابر. طبعا هذا موضوعنا الأول. موضوعنا الثاني إن شاء الله سنتحدث حول بيان وزارة الخارجية إزاء الحملات التي يقوم بها البرلمان الأوروبي. طبعا الخارجية قالت أنه هناك حملة مسلسلة فيها سلسلة من الإهانات للشعب الجزائري ومؤسسات الدولة الجزائرية، وفيها الكثير من الأخبار المغلوطة إزاء الجزائر وإزاء الوضع الحقوقي في الجزائر، والعديد من الأخبار الغير موثوقة تبناها هذا الاتحاد الأوروبي فجأة وأصبح يناور بها ومن خلالها ضد الجزائر. طبعا موضوعنا الأول متعلق بالكورونا ولقاح الكورونا، وأيضا حول فحوصات البي سي آر. أسعد بأن يكون معنا هنا في الأستوديو الدكتور مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك. أهلا بك دكتور. أهلا، شكرا على الدعوة. مرحبا. كما معنا عبر سكايب من ليون بفرنسا الدكتور يحيى مكي، الخبير في علم الفيروسات. أهلا بك دكتور. تحياتي، مساء الخير لك وللسيد الضيف الكريم وكل مشاهدينا، واشكركم على الاستضافة. اهلا بك دكتور، اهلا بك، ان شاء الله نستفادوا منكم اليوم حتى نعرفوا تفاصيل كورونا، يعني هذا المسلسل اللي عشناه منذ شهور وشهور. طبعا في موضوع اسعار الفحوصات بي سي ار، طبعا والجدل بين نقابة الجزائرية للتحاليل، المخابر التحاليل الطبية ومنظمة حماية المستهلك. طبعا كان من المفروض، يعني مبدئيا اعتقد ان المشاهدين قد اخذوا انطباع انه ما كاش يعني ممثل عن هذه النقابة. طبعا نحن وصلنا بالدكتور ميزي أعلاوة ياسين، وهو رئيس النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية، واتفقنا معه على أن يحضر على الأقل عبر الهاتف. طبعا قبل الحصة أعلمناه بأنه معنا الدكتور مصطفى زبدي حتى يكون هناك تبادل للأفكار وتبادل للحجج والبراهين والأدلة حتى نفهم القضية. هل منظمة حماية المستهلك قد تجنت على نقابة المخابر التحاليل الطبية، أم أنه العكس، أنه نقابة المخابر التحاليل الطبية هي من لم تقدم المعلومات الكافية ولم تقول الحقيقة؟ لكن السيد ميزي أعلاوة ياسين قال بأنه لن يخوض في هذا النقاش، وبأنه يفضل النقاش العلمي، رغم أننا أعلمناه بأن الدكتور مصطفى زبدي هو طبيب قبل أن يكون رئيس منظمة حماية المستهلك. وأيضا معنا قامة جزائرية كبيرة الدكتور يحيى مكي من ليون، وهو عالم في الفيروسات، لكنه أصر على أنه لن يخوض في هذا النقاش. وقلنا لماذا أنتم ذهبتم بعيدا في البيانات التي حملت لغة جد قوية، لكنكم لا تقبلون حتى نقاشا تلفزيونيا. نحن كإعلام فقناة البلاد في هذه الحصة نريد أن نفهم الرأي والرأي الآخر، ماذا يقول هذا الطرف، ماذا يقول طرف ذاك. نحن لسنا لا مع الدكتور مصطفى زبدي ولا معكم أنتم كمخابر للتحاليل، نريد فقط أن نعرف الحقيقة. لكن للأسف الدكتور ميزي أعلاوة ياسين أصر وألح إلحاحا بأنه لن يشارك معنا. طبعا حتى الآن، حتى يعذرنا المشاهدون وحتى لا يقول ربما دكتور ميزي أو النقابة بأننا قد هضمنا حقهم ولم نعطيهم حقهم ولم نشركهم في هذا النقاش الذي يخصهم. طبعا
نبدأ معك الدكتور مصطفى زبدي. طبعا أهم شيء قالته هذه النقابة وفي بيانها الشديد اللهجة، بيان شديد اللهجة، أنا لما قريت هذا البيان كنت أتوقع أنه راح يجينا نقابي راح يكون واضح وشديد ومتأكد مما يقوله. قال لكم أهم شيء أنتم ما دخلكم في الفحوصات الطبية، من أنتم حتى تتحدثوا حول البي سي آر؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية شكرا لفتحك هذا الموضوع والذي أجلناه حتى نتصل بالفعل، وأنا أشهد لك على ذلك. يعني قمت بجميع المجهودات حتى يكون هنالك حوار متزن. إحنا الهدف تاعنا ماهوش الصراع أو غسل، يعني الإظهار الغسيل تاع ما يحدث في عدة قطاعات، ولكن توضيح الصورة والبينة والحجة حتى إذا كانت هنالك اختلالات يمكننا أن نصححها. للأسف كما ذكرت أنت بداية القضية حول تنديدنا بالفروقات الموجودة في أسعار عدة فحوصات طبية. هضرنا على الأشعة، هضرنا على التحاليل تاع الدم السريع الخاص بالكوفيد، وهضرنا أيضا على البي سي آر. قلنا من غير معقول أنه هنالك هامش يعني فارق بين تحليل وآخر يصل حتى 60%. كاين اللي راهم يديروه ب 1200 وكاين اللي راهم يديروه بزوج ملايين. يعني لا اعتقد اللي راهو يدير فيه ب 1200 وخاسر. وعلى هذا الاساس قلنا انه بعض المخابر تستغل هذا الظرف لاجل الربح والربح الكثير. للاسف الشديد يبدو انه هذا التصريح لم يرقى الى مسامع هذه النقابه والتي تحدثت يعني بلغه خشنه كبيره جدا، يعني فيها اتهامات، فيها اتهامات كبيرة جدا. نحن لحد الساعة لم نرد لم نرد على بيان هذه النقابة، ولكن سنرد في حينه إن شاء الله. وما يهمنا أن الوزير، وزير الصناعة الصيدلانية، رد في قناة إذاعية لاشان تروا وقال بأن هذه الأسعار مرتفعة. وزير الصحة دار لجنة لتدارس هذه الأسعار، واليوم فقط وزير الصناعة الصيدلانية قام باتفاقية مع 9 مخابر جزائرية خاصة. دونك هل ترى تبع النقابة تاعهم ولا ما يجتبعها الله أعلم. وقال لك ستعمم على ولايات أخرى قريبا. نتمنى أن يكون التعميم عاجلا، لأن هذا الوباء راه موجود على مستوى التراب الوطني، ولا نريد أن تكون هذه المخابر حكرا على مناطق دون الأخرى. تمت اتفاقية ب 8900 دينار، تقريبا 900000، وش جاب 900000 زوج ملايين و 1800 و 1500. يا هل ترى هنالك فارق في هذه، في هوامش الربح اللي كنا نهضروا عليها والتي اسمعتنا هذه النقابه خمج وذنينا؟ هل هنالك فارق؟ اللي راح يخدم 900000 هذا موجه ربح؟ اكيد راهو راح يربح، ولكن ربما راح يخدم كميه. وبالتالي نحن نعتقد ونقر الان بعد ما تحدث السيد الوزير الصناعه الصيدلانيه وبعد ما تم هنالك اتفاق، نقول انه بعض الاسعار واللي راهم يديروا البي سي ار باسعار مرتفعه هو استغلال للوضع، وهو ايضا ضرب لجيب المواطن والمستهلك المريض. ممكن يقول لك انه فيه ماركات متباينه، صحيح، والموردين كل واحد كيفاش يجيبه، كل واحد يجيبه من بلد وبلد، الامور مختلفه، لذلك فيه تباين. صح، هذا مشكل آخر. نجاوبك فقط دخل المنظمة في المخابر. لازم نعرفوا أنه المخابر الخاصة هي عبارة عن متعاملين يقدمون خدمات صحية للمستهلك المريض، هذه نقطة. وحتى لو لم يكون لنا دخل في هذا المجال، ألا يحق لنا كمواطنين إدانة هذه التسعيرات المرتفعة؟ أما فيما يخص سؤالك، إذا كان التعليل أنه هنالك منتوجات أولية يجيبوها بنوعيات مختلفة وهذا هو الذي يؤدي إلى اختلاف السعر يصل إلى 60% فارق، فهنا أطرح السؤال، يا هل ترى النوعيات الرخيصة التي يؤتى بها هل هي فعالة أم لا؟ هنا أيضا من حقنا نطرح هذا السؤال، ومن حقنا أيضا نقوله إذا كانت التحاليل تاع 1200 يا أيتها النقابة
مليحة، على ما تجيبوش قاع تاع 12%؟ على تجيبونا تاع 18% و15% أو غيرهم من الأسعار؟ خلينا نعرف. إذن يا هل ترى هي فعالة أم لا؟ نعم. هنا أيضا يعني رب عذر أقبح من ذنب. إذا كانت النوعيات مختلفة مشكل. نزيد حاجة واحدة أخرى وأختم بها، بما أنكم نقابة وعندكم وزن وتمثلوا يعني بالمناسبة لهؤلاء المهنيين ألف تحية وتقدير، ولكن لما نتحدث عن مصالح مادية فلا بد أن نكون صريحين وألا نتهرب من هذه المسألة. بما أنكم نقابة، علاه ما تديروش ديزاشا جروبي؟ علاه ما تروحوش عند متعاملين أجانب وتجيبوا كمية وتقسموها فيما بينكم؟ ربما دكتور يحيى مكي، ربما راك شفت شوية جانب من هذا الجدل الكبير اللي حاصل هنا في الجزائر. كيف هي الأسعار هناك في أوروبا؟ أسعار تحليل بي سي آر، هل هناك تباينات؟ أشكر الدكتور مصطفى زبدي على يعني تحسسه ودفاعه عن المواطن، لكن في نفس الوقت أنا يعني أرشد أو أنصح إخواني سواء في النقابة أو سواء في حماية المستهلكين أن يكون تفاهم وتواصل. نحن نحتاج الوحدة ونحتاج تلاحم، ونحتاج كيف نحمي المواطن من الكوفيد وكيف نحميه كذلك من الضرر الاقتصادي والدفع المالي. وربما فقير لا يستطيع أن يعمل حتى أي تحليل لأنه ليست له القدرة أن يدفع مبلغ التحليل. هذا ثانيا. بالنسبة لفرنسا سيدي الكريم، نحن عندنا سنويا عندنا لجنة فرنسية وأنا أشارك فيها، والدليل على هذا سوف أقوله بأن سنويا نراجع كل أرقام وأسعار التحاليل، من تحليل السكر، تحليل الأنزيمات، تحليل البروتينات، تحليل الهرمونات، تحليل كله نراقبه ما يسمى بالنوموكلاتور بزاك دي بيولوجي، معناه مراجعة أسعار ومراقبة أسعار كل التحاليل البيولوجية. والدليل على هذا أنا أخصائي الوحيد على مستوى المستشفى الجامعي لمدينة ليون، وهو ثاني مستشفى جامعي لتحاليل بي سي آر لفيروسات ما يسمى بالبابيوما فيروس الذي يسبب سرطان في الفم والحنجرة وسرطان عند عنق رحم المرأة، وأدخلته جديدا ولم يكن له مرسوم لثمنه، فقدمنا ملف للوزارة وعينت الثمن ودرسنا كم هو قيمة التحليل، كم هو قيمة السوق، وثبتنا هذه الأسعار. فكل الأسعار مثبتة. دكتور مكي، هنا في الجزائر هذا البي سي آر شيء جديد، يعني جانا مع الكورونا وانتشاره في هذه الفترة، يعني لذلك شهدنا هذه الاضطرابات وهذا الحديث الكبير حول أسعاره، تباينات كبيرة جدا واضحة. نعم، لا أنا معك سيدي. لماذا؟ حتى كذلك لا أدافع عن إخواني الأطباء البيولوجي، أن البيولوجيا ونقابة البيولوجيا، لا، الواحد يقول الحقيقة. ربما كما ذكر الأستاذ زبدي بأنه لماذا الفرق ما بين الأسعار؟ لأن فيه بي سي آر أغلى من بي سي آر، وفيه بي سي آر على حسب مكونة البي سي آر أمورس، فيه بي سي آر فيها ثلث أمورس، فيه بي سي آر فيه اثنين أمورس. سمح لي الأمورس يعني الجزء من الحمض للفيروس الذي نحصل عليه عندما نحلل الأنف، العينات من الأنف، الفم أو من الغائط أكرمكم الله أو من الدم، فهنا أو من ماء الرئتان. فهنا الفرق ما بين ما يسمى ما بين تحاليل، وربما فريق الذي يقمم هذا ب 12,000 دينار ربما اشترى هذا بأقل ثمن من الصين، وربما الآخر اشترى من ألمانيا أو بريطانيا. فهنا الأثمان نحن عندنا كذلك الأسعار مختلفة، لكن رقم وعدد وسعر ربح سواء الخاص أو حتى الدولة، نحن كدولة وكعمومي مستشفيات الأمية نحن مع باستر، هنا نعرف قيمة مع باستر في الجزائر كم قدم من خدمات، وأشكر السيد درار وكل الطاقم الطبي في باستر كم قدم من تحاليل بي سي آر من الدولة مجانا، لأن الدولة الحكومة طب مجاني في الجزائر والحمد لله لحد الآن. فهنا الأثر وقيمة هذه البي سي آر فنحن كذلك تختلف، وضبط السعر هو راجع للجنة خاصة في وزارة الصحة ولجنة التجارة، وزارة التجارة لها دخل، ووزارة كذلك مراقبة الضرائب كذلك المينيستر دي فينونس، المينيستر دي كوميرس، ومينيستر دي سانتي، ثلاث وزارات سيدي، وزارة التجارة، وزارة المالية، ووزارة الصحة. وهنا يكون تلاحم بين الإخوة ويكون حضور أعضاء من
نقابة حماية المستهلكين ومن نقابة كذلك البيولوجيين ونتمم ما هي فائدة الربح. وحتى إذا رجعنا من ناحية دينية، ديننا وإسلامنا وقرآن الكريم ثبت للإنسان كم هو عدد الربح. 30% اشتريت تعيير PCR ب 500,000 أو ب 10,000 تربح 13,000، تبيعه يعني تقيم به 13,000. إذا اشتريته ب 100 دينار تربح 130 نعم دينار. نعم دكتور، وصلت الفكرة. دكتور مصطفى، الأمر واضح جدا، ربما مثل ما قال الدكتور يحيى مكي، كم PCR من PCR، يعني فيه فروقات، فيه فعالية مختلفة، فيه مصداقية مختلفة، وبالتالي أكيد أنه هذا أغلى من ذاك. لا ماهوش مصداقية مختلفة. شكرا للطبيب علي الدكتور على التوضيح، ولكن كان بعض الجزئيات مهمة حتى نفهم الإشكال. في فرنسا عندهم لانوموكلاتور دي زاك دو بيولوجي، بمعنى عندهم مرجعية الأسعار الخاصة بالتحاليل. نقول لك السكري هاو التحليل تاعو شحال، تاع فقر الدم هاو التحليل تاعو شحال، بي سي ار هاو التحليل تاعو شحال. يعني المشكل هنا في تنظيم السلطات، مش في قضية مخابر تعمل التجارية. اذا ثم كيكون مثلا ام بي سي ار تاع مفصل ولا غير، ولا يستعمل طرق مختلفة، فالمواطن المستهلك المريض مطمئن، لأنه هذه مقننة وفيها لجنة درست تكلفة ودرست هامش الربح. هذا الأمر ما عندناش هنا يا أخي الكريم. أنت أحيانا بوصفة طبية واحدة لبعض التحاليل الطبية تروح المخبر يقول لك 4000 دينار، تروح مخبر واحد آخر يقول لك 6000 دينار. وعلى هذا الأمر نحن انتقدنا هذا الهامش، لأنه هامش يقع يعني على عتق المخبر بنفسه الذي يحدد. وما أدرانا أنه اللي راه يحسب فيها 1500 و1600 هو الذي يستعمل البي سي ار الأرخص قاع، ولا سيما أنه المواطن ما يعرفش. المواطن الجزائري بالنسبة له راح يفرق في التحاليل البيولوجية، أنه هذا استعمل هذا التقنية وهذا استعمل هذا التقنية، أنه هذه غالية وهذه رخيصة أو غير ذلك من الأمور. إذا إيجابي أو سلبي، إيجابي ولا سلبي. وعلى هذا الأساس نحن كنا نتمنى أن تكون هنالك أكثر شفافية، وأنه مثلا بما أنهم عندهم يعني هيكل تكون قوة اقتراح فيما بينهم، قال هذا التحليل الخاص بهذا الأمر هذا غير ولا بهذه الجزيئات هاوليك الثمن تاعو، وهذا هاوليك الثمن تاعو، لأنه من خلال النقاش ومن خلال الحوار يمكن أن نصل إلى يعني أرضية اتفاق. نعم. ولكن يعني بالطريقة هذه والنقص الضبط تبقى هنالك ضبابية في تحديد الأسعار. نعم، ربما اليوم دكتور يحيى مكي وزير المكلف بالصناعات الصيدلانية قال أنه تم تسقيف الآن 8900 دينار هو سعر فحص بي سي ار، يعني 890 ألف سنتيم. هذا الشيء يؤكد أنه كانت فيه ضوابط محددة يعني من قبل السلطات في النهاية. هذا التسقيف لم يأتي هكذا جزافا، هو مبني على ما يتوفر في الجزائر وأهم التقنيات في الجزائر. وبالتالي هنا نتساءل عن تلك الفحوصات اللي كانت تصل حتى إلى 2 مليون سنتيم. نعم سيدي، ما ضبطته وزارة الصحة كثمن أو سعر البي سي آر هذا جيد، ويثبت لنا بأنه تستطيع حتى اليوم تجعل هذا وتطبقه على كل المخابر. لماذا؟ لأنه كل هذه البي سي ار مستوردة، وبما أن مستوردة كل مستورد يدفع فاتورة الجمارك ونعرف الثمن الذي اشترى به، فهنا نعين ما هي فائدة الربح ونعطي حق الربح للمحلل البيولوجي. لكن الدولة إذا هي استجلبت هذا واستوردت هذا وجعلته في أيدي باستور بوهران وباستور أجي، مع الباستور فتح تقريبا 25 مركز وذرب وكون، فهذا جد مفيد. وفيه كذلك حتى نطمئن المشاهد، فيه كذا عدد كبير من الأخصائيين البيولوجيين الخواص تبرعوا مجانا، عملوا البي سي ار في الموجة الأولى. وأشكر على مثل السبيل أخينا الدكتور زيتوني في المدية، أخينا في باتنا، مئات البي سي ار قام بها مجانا، لم يدفع المواطن ولا مليم تبرعا. فهنا سيدي الكريم على حسب قدرة المخبر وعلى حسب قدرة
مدير المخبر، لأن المخبر له مدير وهو طبيب بيولوجي. فإذا كنا نريد أن نسهل المواطن وندعم المواطن، فعلى الأقل نخصص من الربح، لأنه كم تكلفة PCR وكم تكلفة التقني الذي يعمل في المخبر وكم تكلفة الآلة الذي اشتراها المحلل، وهنا لازم أن يكون يحقق ربحه من ناحية حتى يدفع ثمن الآلة ومن ثم ثمن التحاليل. فهنا يكون لازم فيه نقاش وحوار ما بين اللجنة ونقابة المحللين البيولوجيين، وأنا يعني بيولوجي وأخصائي في البيولوجيا، وأنا أناقش كعام يعني في المستشفى الجامعي. نعم، راح نكمل بعد الفاصل دكتور، معليش فقط أقطعك فاصل ثم نواصل مشاهدين.